بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن سوسة النخيل الحمراء، وهنشوف مظهر الإصابة والضرر بتاعها وطريقة مكافحتها ودورة حياة الحشرة. الاسم العلمي للحشرة رينكوفورس فيروجينس. سوسة النخيل دي تبع رتبة غمدية الأجنحة اللي هي بتضم الخنافس والسوس. زي ما احنا شايفين كده مظهر الإصابة والضرر بتاع الحشرة، يعني بلاحظ في وجود نخر أو زي نشارة كده في أسفل النخلة، وبلاحظ في وجود ثقوب في قواعد الجريد. دي ناتج عن يعني وضع البيض ونخر الحشرة في قلب النخلة، وبرضو دي الأنفاق اللي ممكن تطلع بيها الحشرة برا جسم النخلة. دورة حياة الحشرة دي بتبدأ ازاي؟ طبعا بتبدأ الحشرة بعد ما تطلع من الشرنقة تتزوج وتبدأ في وضع البيض. بتحط الأنثى الواحدة تقريبا من 200 إلى 300 بيضة خلال دورة حياتها اللي بتستمر من شهرين لثلاث شهور. البيض بياخد تقريبا من 3 إلى 5 أيام وبيفقس، بتطلع منه يرقات صغيرة بتبدأ تنهش في جسم النخلة. طبعا الحشرة بتحط البيض في قواعد الجريد وفي أماكن اللي فيها يعني قطع في جسم في جذع النخلة، أو أماكن ثقوب يعني في جسم في جذع النخلة، أو حفر القوارض زي الفيران مثلا لو في جحور عاملاها في جذع النخلة. بعد ما يفقس البيض بتطلع اليرقات زي ما قلنا، بتبدأ تدخل جسم النخلة. اليرقة يعني بتنسلخ تقريبا 6 مرات خلال 2 إلى 3 شهور. بعد كده بتتحول زي ما احنا شايفين كده شكل الشرنقة ازاي. دي يعني الشرنقة دي بتكونها اليرقة بعد التغذية لمدة 3 شهور تقريبا. بتقعد الشرنقة دي تتحول فيها الحشرة لطور العذراء. الطور ده بيستمر تقريبا 15 يوم. بتطلع بعد كده الحشرة الكاملة بتعيد دورة الحياة. الحشرة بتعيش من 2 إلى 3 شهور. خلال الفترة دي زي ما قلنا بتبيض من 200 إلى 300 بيضة. طبعا دي شكل اللي شايفينه ده شكل الشرنقة بتاعت الحشرة. طبعا انا بعد ما بلاحظ مكان إشارة ببدأ أنظف مكانه زي كده، بلاحظ أطوار الحشرة طبعا داخل جسم النخلة. بلاحظ اللي بقابله في الأول ده اللي بيبقى الشرنقة دي، لأن هي بتبدأ الحشرة بعد التغذية بتطلع برا، فبلاحظ الشرانق دي في قواعد الجريد زي ما احنا شايفين كده. طبعا الحشرة بتفضل الأماكن الرطبة. دي شكل اليرقات اللي هي في العمر السادس، اللي هي خلاص دي هتتعذر وتبقى خلاص هتدخل في الطور اللي هو الطور العذراء، يعني هتبدأ تعمل شرنقة حول جسم اليرقة. طبعا بتستخدم الليف اللي هو ناتج من عملية التغذية، وبتبدأ تعمل الشرنقة حول نفسها وبتتعذر فيها لمدة 2 أسبوع، وتطلع بعد كده الحشرة الكاملة منه. فبتحاول هي تختار الأماكن اللي هي برا يعني بعيدة من قلب النخلة، فبتختار أفضل مكان ليها اللي هي قواعد الجريد. طبعا لما ببدأ أنظف الليف وأوصل لداخل جذع النخلة، ببدأ برضو أطلع أطوار الحشرة الثانية اللي هي اليرقات، وبلاحظ طبعا أعمار الحشرة اليرقات يعني.
طبعا على حسب عدد البيض اللي اتحط بيبقى درجة الإصابة والمدة اللي بتستغرقها الحشرة في ان هي تعمل ضرر للجذع النخلة. طبعا كل ما كان هي طبعا الحشرة بتفضل الفسائل النخل اللي عمره صغير اللي هو تقريبا من 3 ل10 سنين، لان بتكون لسه انسجة النخلة ما من بره ما بقتش يعني صلبة، بتبقى لسه طرية وقواعد الجريد بيبقى برضو لسه غضة، فبتقدر هي يعني بتفضل ان هي تحط في بتصيب الفسائل اكتر من النخلة الام نفسها يعني. بس ممكن الاصابة تنتقل من الفسيلة الى النخلة الام، وفي الحالة دي طبعا ممكن تقضي على الفسائل والنخلة كلها يعني ما يفضلش منهم حاجة. انا طبعا لازم يعني لو لقيت النخلة دي خلاص يعني الفسيلة دي ماتت فانا لازم اقلعها. زي ما احنا شايفين كده الاصابة هنا وصلت لقلب النخلة، فدي مش هينفع فيها العلاج لان دي كان خلاص الفسيلة دي ماتت. فانا طبعا بس لازم اعالج علشان الاصابة ما يعني ما تمتدش من الفسيلة لجسم النخلة الأم. هذه طبعا الإرقات لأطوار الحشرة. طبعا الإصابة بتبدأ من أسفل والإرقات بتتجه لأعلى. كل يرقة بتعمل لها نفق لحالة وبتبدأ يعني اتجاه الإصابة من أسفل لأعلى على حسب درجة أو كمية اليرقات بتبقى الأنفاق اللي موجودة عندي في النخلة. فممكن الأنفاق دي تتحد كلها مع بعض وتعمل تجويف في جسم النخلة، وده اللي بلاحظه لما يكون في إصابة متقدمة. بلاحظ إن في فجوة بقت في جسم النخلة من جوه، فأي شوية هوا بيجو بالنخلة بتوقع. طبعا دي صورة يرقة لسه فقس حديث. في عرض تاني ممكن انا الاحظه لو يعني ما شفتش انشار اللي هي بره جسم النخلة، ممكن الاحظ خروج سائل زي السمك كده لونه بني ريحة وحشة من الثقوب اللي بتعملها اليرقات دي. بلقاه خار يعني منقط كده اسفل النخلة، فده برضو بيبقى مظهر من مظاهر الإصابة بسوسة النخيل الحمر. ادي حشرة، ادي يرقة دي خلاص داخلة في طور هتبني الشرنقة وتدخل في طور العذراء. زي ما قلنا احنا هي بتفضل قواعد النخيل الجريد علشان بحيث يبقى مكان آمن وفي نفس الوقت قريب ان هي تخرج برا جسم النخلة. دي طبعا ادي الفكوك بتاعت اليرقة. طبعا الفك ده ممكن يقطع اي حاجة، الفك يعني صلب جدا عشان يقدر يمزق انسجة النخلة، فلازم يكون الفكوك دي قوية. طبعا اليرقة دي عديمة الارجل يعني ما فيهاش ارجل بتحرك بيها. هذه يرقة برضو لسه حديثة الفقس. طبعا ممكن يحصل ان الحشرة ما تطلعش من النخلة اصلا، يعني تبقى يعني يطلع كذا جيل في نخلة واحدة من غير ما تطلع للعالم الخارجي. يعني ممكن الحشرة تبيض جوا النخلة وتفقس وتتكاثر وتبيض وتفقس
ممكن 3 أجيال يكونوا داخل جسم النخلة من غير ما فيهم جيل يطلع برا أو يعني يجي من مكان تاني. طبعا ده الحفر الحديث للنواتج التغذية وأكل الأنسجة بتاعت النخلة بتاعت الفسيلة دي، لأن دي فسيلة جنب النخلة الأم، فإحنا لاحظنا فيها الإصابة في الفسيلة دي، بدأ جريدها ينشف يصفر يعني الأول قبل ما ينشف، فإحنا شكينا فيها، فبدأ لما فحصناها لقينا الفسيلة دي فيها إصابة، فاضطرينا طبعا نقلع الفسيلة خالص، لأن كانت خلاص الفسيلة ماتت. هذه برضو يرقة لسه عمر حديث، ممكن الإصابة ما تظهرش عندي أسفل جذع النخلة، وخصوصا في النخل اللي هو عمره كبير شوية، ممكن تاجي الإصابة في القمة النامية بتاعت النخلة على طول مباشرة فوق، فدي بيصعب ملاحظتها، ودي بتكون أسرع في إن هي تقضي على النخلة أكتر من الإصابة اللي هي بتبقى في جذع النخلة من تحت. دي اللي ممكن ألاحظها عن طريق مثلا النخلة بيتوقف نموها شوية وبيحصل فيها اصفرار، فدي بيبقى فرصة علاجها يعني أكبر من النخلة اللي هي بتحصل لها إصابة في القمة النامية، لأن دي مش بتاخد وقت طويل والنخلة بتموت بسرعة. فلازم يعني لو لاحظت إصابة في منطقة لازم النخل اللي عندي كله أعمل له عملية الحقن سواء كان سليم أو مصاب. طبعا المبيدات اللي بستخدمها في المكافحة أنا اللي هي بتجيب نتيجة كويسة الملسيون مع مبيد الميسومايل تحت أي اسم تجاري سواء كان لانيت أو جيتو. طبعا أنا في طريقتين للمكافحة، أول حاجة اللي هي رش جسم النخلة من الخارج، ده بستخدم تركيز 3 سنتي من الملسيون مع 1 سنتي من المبيد الجيتو لكل لتر مية، وبحضر كمية كويسة يعني تكفي عدد الشجر اللي عندي، عدد النخل اللي عندي، وببدأ أغسل يعني لغاية 2 متر كده في جذع النخلة من تحت وفي الأماكن اللي هي بلاحظ فيها إصابة. طبعا أنا هنا بحط المبيد في مكان الفسيلة الميتة علشان أوقف حركة اليرقات لداخل جسم النخلة الثانية اللي هي النخلة الأم، وبرش برضو المبيد على جذع النخلة من بره. طبعا هي الفسائل الصغيرة ما ينفعش فيها نظام الحقن ده، لأن هي بتكون لسه أصلا يعني ما فيش مكان أحقن فيه، فأنا بعالج بالرش كده، بنظف طبعا جذع النخلة من بره ورشة بالمحلول المبيد اللي احنا حضرناه. بالنسبة للنخلة الأم باجي أعمل فيها ثقوب سواء كان بشنيور أو أي آلة حادة كده زي الأجنة مثلا أو أي حاجة تعمل ثقب في جسم النخلة يعني، أو صيغ حديد، وبجيب مواسير بتاعت الكهرباء البلاستيك دي وبحطها في المكان الثقب اللي انا عملته، بعمل ثقب تقريبا كده بكد 20 سنتي داخل جسم النخلة او 25 سنتي، بيبقى بزاوية كده ميل يعني بسيط يعني لبره، وببدأ بعد كده بالنسبة للمخلوط اللي بيتحقن بيبقى مخلوط مركز شوية، يعني بحط مثلا بحط 10 سنتي من المبيد الملسيون معاهم 5 جرام من مبيد اللانت أو الجيتو لكل لتر مية، بحضر زي ما شايفين كده قزازة بحضر فيها الكمية اللي أنا عايزها أو أحقنها، وأبدأ بعد كده أصب المبيد في المواسير اللي أنا عملتها دي، وكل ما المبيد يتشرب أفضل أحط تاني. طبعا ده
المكان اللي احنا صبينا فيه المبيد بدأت الإراقات تموت وتطلع، أطوار الحشرة الإراقات يعني اللي كانت لسه داخلة على جذع النخلة الأساسي. طبعا رشينا حوالين جذع النخلة وصبينا تحت في مكان الفسيلة الميتة، فبدأت الإراقات، بدأ النخلة نفسها تشرب المبيد ويتحرك مع العصارة لفوق، يتحرك مع المية في اتجاه النخلة الأعلى، فبدأت الإراقات اللي حصلها المبيد تحاول تهرب من المبيد، فبتطلع برا زي كده زي ما انتوا شايفين وتموت برا. طبعا انا بعد ما اعمل يعني اثناء تنظيف النخله زي كده، لو حاولت يعني اركز شويه في الصوت بسمع صوت الحشرات الإراقات دي وهي بتنخر في جسم النخله، صوت التغذيه، صوت تقطيع الانسجه من جوه باستخدام الفكوك بتاعت الحشره دي. هنا طبعا ادي بعد ما حقنا النخله دي ورشينا جزع من بره، فكل الحشرات اللي كانت داخل النخلة بدأت تطلع وتموت، والعزارة طبعا المبيد بيوصلها بتموت مكانها ما بتطلعش. دي الحشرات اللي كانت كاملة داخل جذع النخلة. بلاحظ طبعا بعد الرش اللي في حشرات واقع حوالين النخلة، ده بيؤكد نجاح عملية الحقن ومكافحة الحشرة دي. طبعا في وسائل مكافحة كتير للحشرة دي، بس دي اللي شغالين بيها ودي اللي بتجيب نتيجة كويسة حتى لو كان الإصابة في قمة النخلة. ودي برضو نخلة تانية فيها إصابة، دي اللي اكتشفنا فيها الإصابة. طبعا كانت الإصابة بدأت على مستوى سطح الأرض، فما ما تلاحظش فيها أي نخرة أو أي حاجة، سوى أنه هو أول ما جات شوية هواء النخلة دي وقعت، فكانت الإصابة في مستوى سطح الأرض بالظبط. طبعا النخلة ما فيهاش أي حاجة ماسكة في الأرض، فكانت زي مسنودة سندان على الأرض كده، فما أي أول شوية هوا جات وقعت على طول، ما كانش فيها غير جدر أو اتنين بس هما اللي ماسكين في الأرض وبيغزوا النخلة. طبعا دي بتعتبر من الإصابات الخطيرة، لأن بيبان النخلة قدامك كويسة ما فيهاش أي مشكلة، بس مع أول شوية هواء بيجوا بتوقع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.